السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. والسؤال الثاني الله يجزي بخير. عندنا دابا بعض الأحيان حنا كنديروا معاملات تجارية كاين بعض الناس اللي كيبيعوا يشيروا مثلا في المدن الكبار للمدن الصغار كيقول له شي سلعة من السلع كنبيعها لك أنت خاص في واحد المدينة صغيرة ما يمكنش واحد يبيع عشرة أخر ياخذها من غيرك انت واخا تدي باش تخلصوا هذاك الشيء كيقول واش هذا النوع هذا من البيع والشراء ما كيكونش بحال الشكل ديال قطاع الارض لواحد اخر مكتوب له الله عز وجل اللي في طرد الخبز في هذاك الشيء كيقول لك لا ما نعطيكش انت حيت انا كنعطي لا سميتو شنو كيقول الدين في هذا بحال هذا النوع هذا ديال البيع والشراء اللي كيديروه كي واخا سي عزيزي الله يطول عمرك فاهم استاذ واخا فهمت سي الحاج فهمت الله يطول عمرك بارك الله يبارك الوالدين شكرا لك اخويا شكرا لك وكنحييك سي عزيزي بالنسبه للسؤال الثاني ديال المعامله التجاريه فعلا كاين هناك تجار ربما كيكونوا اما جماعات او جمعيات او لوبيات ربما دورهم هو انهم يحتكروا السوق ما يسمى بالاحتكار فهناك مواد وبضائع يتم استخدامها من المدن الكبرى عندنا الدار البيضاء مثلا عاصمه اقتصاديه فيها اسواق كبرى وكاين مع المدن الداخلية صغرى كيكون التاجر كيجيب البضاعة وكيحاول يعطي غير لواحد من هو إليه إما صديق ديالو إما نسيبو إما معاه في اللوبي في الدائرة ديال البيع والشراء هل هذا يسمى احتكار أم لا؟ العلماء قالوا إذا كانت هذه البضاعة اللي هي من ضروريات الحياة بحال الدقيق والسكر والشاي والخبز والمواد الغذائية الضرورية هذا احتكار لأن المواد الغذائية ينبغي أن تكون في متناول الجميع خاصه يعطيها اللي يقدر يوصلها دغيا والربح ديالها كيكون متواضع لكن إذا كانت هذه البضاعة ليس من الاستهلاك الضروري ملابس مثلا ساعات هواتف نقالة رائحة طيب عطور او شيء من هذا القبيل او بيس دو غوشونج ديال السيارات او غيرها هذا كله لا يسمى من ضروريات العيش فانت حر هذه كتسمى السوق الحره فانت تبحث عن مصلحتك والربح يتطلب من الانسان نوعا من الخفه ونوعا من السرعه ونوعا من الذكاء والفطنه فهكذا فرق العلماء إذا كانت المادة هي نوع من الضروريات للعيش لا بد أن تكون في متناول الجميع وأي تلاعب يسمى احتكارا لأنك تمس بالمصالح الضرورية للمجتمع أما المواد اللي هي غير ضرورية هي من الكماليات فأنت حر سوق حرة فيها البيع والشراء اللي بغي يزيد اللي بغي ينقص والمشتري هو حر عجباته ياخذها ما عجباتوش ياخذ محسن منها وكيبقى ديك الساعه العرض والطلب في نوع من الحريه وربي عز وجل جعل هذه الحريه في البيع والتجاره الا في الضروريات واللي قلنا حتى الثلث والثلث كثير جعل فيها ضوابط وشروط لان من الضروريات غير الضروريات انت حر هكذا هي القاعده العامه في المجال التجاري والتفريق بين ما هو يدخل في الاحتكار ام لا ونسأل الله تعالى أن يطعم الجميع طعاما حلالا ودائما الإنسان وهو يبيع ويشتري عليه أن لا ينسى بأن الله تعالى علينا رقيب وأن الله تعالى يبسط ويقبض يقدر الله عز وجل يبسط الرزق لعباده ويقدر في أي لحظة يقبض يقدر يعطي الله المال الكثير ويعذبه بماله كم من شخص قاتله ماله وكم من شخص أعطى الله غير القليل وجعل فيه بركة كثيرة وكم وكم قد يكون فيها أسرار إلهية والله تعالى هو الرقيب وهو الحسيب نسأل الله تعالى اللي هو حي دائم حي يبقى دائما معنا بالرحمة والمغفرة والرضوان اللهم أمين يا ربي يا كريم مع الحاج عزيزي
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيد الحاج. يا مرحبا. يا أهلا وسهلا بك الرجل الفاضل. بارك الله فيك جزاكم الله خير عنا في الدنيا والآخرة. الله يطول عمرك مولاي يحفظك ويرعاك. بارك الله فيك والله العالمين كنفتخر بك ودعم الحاج جزاك الله خير الله يخوي من امثالك ويسر أمرك ويعطينا ولكم حسن الخاتمة. والله سيد الحاج إلا أنت كنعزوك واحد المعزة كبيرة من نهار درتي واحد الموقف مشرف نهار كانت عندنا المسابقة ديال العمرة من سوف يفوز بالعمرة وكان واحد السيد مكفوف وانت يا قلت لي انا برزقي وانا اتنازل عنها لهذا المكفوف ومن ثم كبرتي في النظر ديالنا وصرت الحمد لله رجل قدوه واسوه بارك الله فيك واغناك المولى. وان شاء الله الرحمن الرحيم هذيك التنازل اللي تنازلت لهذاك السيد الا خدينا شي اجر فيها كنفرقوا مع جميع المستمعين الكرام منهم انت. الله يطول عمرك ويخلف عليك مولاي بارك الله فيك. الله عز وجل اللي يضوب لي هذاك الاجر بالملايين من الحسنات لنا ولكل جميع المسلمين اجمعين، حنا دابا ماشي محسدين. الحمد لله راجل قلبك عامر بالايمان. بارك الله فيك ودعم الحاج الله يجزيك بخير جزاك الله خير الله يرضي عليك. عندي جوج الاسئله الله يجزيك بخير. نعم سيدي مرحبا. بعض الاحيان كيقول لك واحد الانسان قلبه ميت وما فيهش النفس. اييه. علاش هذا الانسان كيكون هكا بعض الاحيان وشنو هو السبب ديال هذا الشيء هذا؟ نعم سيدي. وعاود شنو اللي كيحيي هذا القلب هذا؟ نعم. باش كيكون خالصا لوجه الله عز وجل، باش كيكون خالصا لوجه الله عز وجل. نعم سيدي. والسؤال الثاني الله يجزيه بخير، عندنا دابا بعض الاحيان حنا كنديروا معاملات تجاريه. كاين بعض الناس اللي كيبيعوا يشيروا مثلا في المدن الكبار للمدن الصغار. كيقول له شي سلعه من السلع كان بيعها لك انت خاص في واحد المدينه صغيره ما يمكنش واحد بيع شي اخر ياخذها من غيرك انت واخا تدي باش تخلصوا هذاك الشيء. كيقول واش هذا النوع هذا من البيع والشراء ما كيكونش بحال الشكل ديال قطاع الارزاق لواحد اخر مكتب له الله عز وجل اللي طاب الخبز في هذاك الشيء كيقول لك لا ما نعطيكش انت حيت راه كنعطي لا سميتو. شنو كيقول الدين في هاد بحال هاد النوع هادو ديال اللي بيعوا الشر اللي كيديروه كدا؟ واخا سي عزيزي الله يطول عمرك. فاهم استاذ؟ واخا فهمت سي الحاج فهمت الله يطول عمرك. بارك الله يرحم لك الوالدين. شكرا لك اخويا شكرا لك وكنحييك. الله يرضى عليك الحاج سمعني. نعم. ما تنسى لي والدي الله يجعل في ربي يرحمهم بغيت اقول لهم واحد الدعاء الله يجزيهم خير. يا ربي يا ربي. الدعاء للوالدين الله يرحمهم ويوسع عليهم ويرحم جميع المسلمين اجمعين. والدعاء للولاد الله يصلح لك ديالو ويصلح اولاد الامه جميعا. والدعاء لواحد السيده عزيزه عليا هو مولات الدار ديالي انا كان يشهد عليا العالم وتشهد علي الملائكه بالله كان رضي عليا في الدنيا والاخره. لا اله الا الله. شهدوا عليا يا ملائكه الرحمن شهد عليا يا ناس بالله كان رضي عليها اشد الرضا. سعدتها وسعدتك مولاي. بارك الله فيك ودعم الحاج. بارك الله فيك السي عزيزي. جزاك الله خير الله يكثر خيرك. الله يدورك بنور الله كنشكرك السي عزيزي واكثر الله من امثالك. السي عزيزي رجل من اكادير رجل متفائل ورجل خير وكيف سمعتوا علامه الرجل اللي هو يعني رافع اللواء كتلقى علاقته مع زوجته مع اولاده مع محيطه ديما فرحان. شوف قال لك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من هو خيركم؟ سول من هو خيركم؟ قالوا خيرنا اكثرنا انفاقا قال لا، خيرنا اكثرنا صلاة قال لا، خيرنا اكثرنا صياما وقياما قال لا، قال خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. الانسان ملي كيكون خيرا لاهله حتى ولو كان هناك واحد العيب او النقص في هذا الاهل يعني الزوجة فإنها سرعان ما تتغير وسرعان ما ينصلح حالها، فهذه نعمة كبيرة الحمد لله. سي عزيزي الله يخليكم بعضياتكم ويدوب عليكم المحبة والمودة والفرحة والسرور ويحفظك الله دوك الوليدات تبارك الله. سي عزيزي عنده واحد الباقة ديال الوليدات تبارك الله كلهم في شواهد عليا دكتوراه ومهندسين ومنهم من خارج أرض الوطن. اللهم تعالى يحفظهم بالسمع المتاني والقرآن العظيم ويحفظهم من عيون البشر ومن حسد الحاسدين وكيد الكائدين ويحفظهم بالسمع المتاني يا ربي يا كريم ويجعلهم دوما ناجحين فالحين ويبقوا دائما يا ربي متآلفين متحابين. والوالدين الله يرحمهم الله يوسع عليهم الرحمات اللهم تعالى يجعلهم بجوار النبي المصطفى يجعلهم من جلسائه ويكونوا مع آل بيت رسول الله ويكونوا مع الصحابة المكرمين من الأنصار والمهاجرين والدي والديكم أجمعين اللهم أمين يا رب.
السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.